اتفضل. مش قلت عايز تخش على حماتك بفاكهة؟ يا نهار ابيض، كل ده مطمئن؟ ده ازاي؟ ازاي ايه؟ تعمل ايه بس حظ اللي وقعني في واحد فقري زيك؟ يا مطمئن، حمولة زي دي تمنها هيجي غالية جدا، واحد زي شحات تجيبها منين يا مطمئن؟ لا 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 خلاص. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. حظ المنيل وقعني معاك، انت كبيرك كيس فاكهه. جرايه فرغال، ما انتش نازل الشغل النهارده كمان ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا دماغي مش في مطرحها. كلمه كمان يا هرمي نفسي من على السطح يا هرميكي وارتاح. قول كده بقى، دماغك مش في مطرحك؟ مني كامل خافي بقاله كام يوم وقفل على العده. اللهم اغزيك اشطان. اقول لك انا داخل جوه انام، وخليك انت في الطراوه عسل. وناكل منين يا اسطى؟ دي عمك في الاكل يا جميله. لا، وحاجات تانية. يهو، ملك يا فرغالي، وهي الدنيا ايه يعني غير اكله وعيال ومتوى وراجل يدلعني؟ ولا انا ما استاهلش؟ لا تستاهلي، تستاهلي يا جميله، تستاهلي. بس انا مخنوق، انا عشت خانقه وراضي، لقمتي على قدي وحامد. لا لا، انا طالب قصر ولا سرايا، ده انا طالب مطرحين. يعني يا خلاص المحروسه ضاقت، ما بقاش فيها مطرح ليا ومطرح للعيال. ويكون بباب ينسك من جوه وسقف مسلح ما يخرش الميه، ولحمه مرتين في الاسبوع، وشغلانه بمعاش، والعيال تتربوا في نضافه ويروحوا مدارس بجد. الا هو ده كتير يا فرغلي؟ لا مش كتير يا جميله، بس ده عايز يا اما خاتم سليمان يا اما مصباع علاء الدين او تبطل سطل. والله ما انا عارف يا جميله، سطل هو اللي بيخيبنا ولا الخيبه هي اللي بتخلينا نتسطل؟ يا سلام يا سلام. خلاص اخر دور. عال، مفيش حد هنا. اتفضل يا قمر. واذا حد جه يبقى يدور بقى اللي يفتح له. ايوه كده. الواد بتاع النسوان في شقتها حسين، يبقى استغل ان انا مونون وعمل مفتاح على الشقه. ماشي يا حسين، ماشي ماشي يا حسين، ما يهمكش انا هتصرف. المهم دلوقتي نلحق نعمل. لازم نلاقي تاكسي بسرعه. تاكسي يا شحات، بقى يبقى معاك عفريت وتقول تاكسي. طب قول عربيه ومرسيدس حتى. يلا اركب اركب. يلا إيه؟ يلا ولا اعرف اسوق دي، انا ما اعرفش حتى اركب يا مطمئن. انا اللي هسوق، يركب. يلا 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 سواك. ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الحمار ده هنا؟ يا ابني في حمار الناحيه دي. ايه ده؟ انت عايز اخبار؟ اخبار ايه وليله ايه اللي احنا فيه ده؟ يمين ولا شمال؟ هو في ايه؟ حد منين؟ ارجع ورا، ارجع انت، انت انت ارجع. ايه اللي جاب دول هنا؟ طب ده هنا ليه ودول؟ يا بني ادمين يا سيدي، ارجع ورا عشان انا قدام حمار. معنديش مسؤوليه، ما ترجعش ورا. قدام حمار، طب اعمل ايه؟ يعني ايه يا حمار؟ في حمار، في حمار، في حمار، في حمار طبعا. Thank you.
انتوا عندكم كده بتنزلوا الشارع كلكم في وقت واحد؟ ما انا قلت لك ناخد تاكسي ولا اتوبيس يا مطمئن، انت اللي عملتني، وانت عند السواق عندنا يا ابني. انا لو عايز انقلك في ثانيه انقلك، بس انا كنت عايز ادلعك ابسطك، عايز اسعدك كده بس مش عارف. انت عمرك ركبت اتوبيس يا مطمئن؟ ليش تقطمي فيا؟ ما والله العظيم اول مره تحصل معايا، انا مش عارف ده حصل ازاي، يمكن ظروف نفسيه. ابص ايديك استوري عليا ويجي برضه حاجه. تصوروا يا جماعه. انت نزلتنا ليه؟ وصلنا مطمئن. طب وايه يعني كنا احنا كمان شويه كده تضحك على ايه؟ يا ولاد ادم ليه ابن شال